السلام عليكم، معكم هاشم. اليوم عندنا طريقة تثبيت خط الايفون وايموجي الايفون في نفس الوقت على اجهزة شاومي. هسه مثل ما تشوفون لا خط مثبت ولا ايموجي مثبت. هصار على الايموجي موجود بالكيبورد مثل ما تشوفونه، ايموجي عادي مثل اندرويد. نروح على طريقة التثبيت، اول نروح على الاعدادات، نروح على العرض. هذه طريقة خاصة في اجهزة شاومي. نروح على العرض، نروح على اعدادات الخط مثل ما تشوفون، ونختار iOS 14.5. هسه بعد ما اخترنا راح نطلع من الاعدادات ونرجع مرة ثانية على اعدادات الخط، ونختار خط الايفون، وهذا ايفون عربيك. بعد ما اخترنا هسه راح نطلع وراح نرجع مرة ثانية على اعدادات الخط ونختار iOS 15.4، وراح نطلع هسه مثل ما تشوفون الخط بعده موجود ما تغير. هسه راح نشوف الايموجي مثل ما تشوفون، هسه الايموجي موجود ما تغير ولا انحذف. ونذكر هذه الطريقة موجودة فقط على أجهزة شاومي. مثل ما تشوفون الإيموجي مثبت كامل هو والخط. هسه راح نرجع مرة ثانية حتى تشوفون الخط الأساسي والإيموجي. نرجع على العدادات، نروح على العرض، بعد ذلك نروح على عدادات الخط. هسه راح نختار المي اي، الخط الاساسي مال الجهاز. ثم تشوفون هسه تغير، هسه الخط تغير. نروح نشوف الايموجي، ثم تشوفون هسه الايموجي رجع الاصلي مالت الاندرويد. هسه طريقة التثبيت، اول شي نروح على متجر الثيمات وننزل ايفون عربيك، هذا الخط بس اكتب اسمه حيطلع عندك. بعد ذلك نروح على المتجر وننزل زد فونت، وننزل من عنده الايموجي. هسه نفتحها وننزل هذا الايموجي 15.4، وبعد ذلك نثبته. لنا وصلنا نهاية الفيديو، وصلنا الاشتراك في قناتك. انا معكم هاشم العراقي.